سلام صافا لبس عليكم هانيين مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله رجعت لكم في السلسله ديال افضل واسوأ منتج انا جربتهم سنه 2023 وغادي نشارك معكم الراي ديالي عليهم. في هذا الفيديو هذا غادي نشارك معكم اسوأ غسوات لتنظيف البشره وغادي نقول لكم الراي ديالي الصريع عليهم واش تاخذهم ولا لا. طبعا قبل ما نبداو الفيديو ديالنا ما عليكم الا تشاركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالي. ودابا نبداو الفيديو ديالنا على بركه الله. كما قلت لكم في الفيديو ديال اليوم غادي نشارك معكم اسوأ غسوات اللي انا جربتهم وغادي نقول لكم الراي الصريح ديالي عليهم وغادي نقول لكم واش تاخذهم ولا لا باش ما تضيعوا فيهم لا فلوسكم ولا الوقت ديالكم. طبعا في المركز الخامس جمعنا واحد الغسول. صراحه هذا الغسول هذا ماشي سيء 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 ولكن فيه بعض المساوئ اللي غادي نذكرهم لكم. هاد الغسول ديال لامارك بيفاس، هاد لوجيل هادي راه على انه فيه الفيتامين او ولاسيد ساليسيليك يعني خاصو يكون كيحيد الحبوب وكينقص من الحبوب واحد الدرجه اللي هي كبيره، والصراحه ما كيحيدش نهائيا الحبوب وما كيساعدش نهائيا في التخلص من الحبوب والرؤوس ديال الحبوب. كيجي على هاد الشكل هذا كما قلت لكم. هما كاتبين على انه فيه فيتامين او ولاسيد ساليسيليك، كنا كنعرفوا على ان الفيتامين او ولاسيد ساليسيليك كيساعدوا في التخلص نهائيا من الحبوب ورؤوس الحبوب والرؤوس السوداء، ولكن للاسف هو الصراحه ما كيحيدش لا الحبوب ولا الرؤوس السوداء. وأسوأ حاجه فيه هي انه ما كينظفش البشره من اول استعمال، خاصك ضروري تستعمليه جوج ديال المرات في الصباح وجوج ديال المرات في الليل باش يلا تنظفوا البشره ديالكم بالطريقه الصحيحه. يعني خاصكم تستعملوا دوكوش باش يلا تقدروا تنظفوا البشره ديالكم بالطريقه الصحيحه ويلا تخلصوا من جميع الكريمات او لا الزيوت او لا اي ترسبات اللي عندكم في سطح البشره. هذا خاصكم تستعملوا منه جوج ديال المرات باش يلا 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 تنظفوا البشره ديالكم بالطريقه الصحيحه. الحاجه الوحيده اللي فيه زوينه هو ان الثمن ديالو رخيص، كيدير 60 درهم في مرجان. وثاني حاجه هو انه ما كينشفش البشره، يعني كيساعد في ترطيب البشره ومرونه البشره وكيخلي البشره رطبه ولامعه. هذه الحاجه الوحيده اللي فيه زوينه هي الثمن ديالو. من غير هذا الشيء الصراحه ما عندوش شي دور كبير وما كينظفش البشره بالطريقه الصحيحه. هذا كيصلح لجميع انواع البشره بما فيهم البشره الدهنيه. في المركز الرابع غادي يجي معنا واحد المنظف اللي حتى هو صراحه الثمن ديالو جد مناسب وكينظف صراحه البشره بالطريقه الصحيحه، ولكن داكشي اللي كاتبين فيه ماشي هو الدور اللي كيقوم به. هاد لوجيل هذا ديال كلين اند كلير، هاد لاماخ هادي صراحه راه كتعجبني وكنستعمل واحد الكريم ديالهم من سنين دائما كنستعمل غادي نشاركو معكم ان شاء الله. هاد لوجيل هذا صراحه كيدير لكم واحد الفتره معينه، كتبان على انه كيتحكم في الزيوت، كيجي على هاد الشكل هذا حتى هو جربته. انا صراحه كيعجبني نجرب كريمات ومنتوجات ليهم جدادين، كنبغي ناخذ فكره عليهم باش نتوما كنشارك معكم دائما شي حاجه جديده. هاد لوجيل هذا صراحه كينظف البشره لانه كيجيو فيه واحد الحبيبات صغيورين، يعني كيساعد في تقشير البشره بلطف، كينظف البشره، كيساعد في ترطيب البشره، ولكن هو داير على انه كيتحكم في الزيوت، يعني كيصلح البشره الدهنيه والمخيطه اللي هي ديالي، يعني كيهنينا من الزيوت الزائده وكيهنينا من الرؤوس السوداء ومن الحبوب. ولكن الصراحه هذا ما كيحيد لا حبوب لا رؤوس سوداء لا زيوت زائده، هذا فقط كينظف البشره بعمق، كيخلصنا من الاوساخ والكريمات او لاي حاجه كنا مستعملها للبشره ديالنا فقط. يعني هذا كيدير الدور ديال الصابون العادي فقط، يعني ما كيحيد لا حبوب لا رؤوس سوداء، ما كيخلصنا من الزيوت الزائده ما والو، ولكن كينظف البشره بعمق. صراحه ما عقلتش على الثمن ديالو، ولكن واقيلا داير 60 ولا 70 درهم في مرجان. هو كما قلت لكم كينظف البشره بعمق ولكن ما كيحيدش الزيوت وما كينقصش من الحبوب وما كينقصش حتى من الرؤوس السوداء. هذا كيصلح البشره الدهنيه والبشره المختلطه. انا فاش خديته كنت كنستعمله مره الصباح ومره في الليل على البشره ديالي باش كننظف البشره ديالي وباش كنجربو حتى هوايا باش كنعرف الدور ديالو الصحيح. انا البشره ديالي مختلطه وكنت كنستعمل هذا لوجيل هذا. ودابا وصلنا للمركز الثالث. صراحه المركز الثالث هو واحد المنظف اللي من واحد الماركه اللي الثمن ديالها جد مناسب، ولكن هاد لوجيل هذا غادي نقول لكم اشنا هما المساوئ ديالو.
ديال لا مارك هيمالايا. هذا المضيف هذا كيجمع لانه كيوحد لون البشره وكيبيض البشره، كيجي على هذا الشكل هذا، كيجي مستخلصات البرتقال كيجي على هذا الشكل هذا. هو صراحه هذا لو جيل انا حرجه في المركز الثالث لانه ما كيبيضش البشره نهائيا، اصلا ما كاينش شي كريم رخيص كيبيض البشره. وهذا هذا الموضوع هذا غادي ندوي عليه فيديو اخر ديال الكريمات اللي رخاص وكيبيضوا البشره، غادي ندوي عليه فيديو اخر ان شاء الله باش نقول لكم الاخطاء اللي كديروا طبعا في حق البشره ديالكم. هذا لو جيل هذا كينظف البشره، كيهنينا من الزيوت الزائده ومن الرؤوس السوداء، ولكن ما كيبيضش البشره، ما كيخلصناش من البقع الداكنه من الاسمرار نهائيا. هذا ما كيبيضش البشره نهائيا، ولكن كينظف البشره بالطريقه الصحيحه. وصراحه الثمن ديالو جد مناسب، ولكن راه ما كيبيضش البشره، يعني ما تعولوش عليه انه يبيض لكم البشره ديالكم. هذا فقط غسول للبشره، وكينقص واحد شويه من الزيوت ومن الرؤوس السوداء، واحد نسبه قليله، يعني ماشي كتخلصوا من الزيوت ومن الرؤوس السوداء، لا، واحد نسبه قليله، وعاش واحد الفرق قليل، يعني ماشي بزاف، واحد الفرق جدا بسيط اللي كيبان لكم، واحد الفرق جدا بسيط، ولكن هو كينظف البشره بالطريقه الصحيحه. هذا كيصلح البشره الدهنيه والبشره المختلطه فقط، يعني هذا كيصلح جوج الانواع ديال البشره فقط. في المركز الثاني غادي يجي معنا واحد لو جيل، واحد منظف اللي مؤخرا بزاف ديال الناس كيهضروا عليه، وبزاف ديال الناس اللي عندهم مشاكل ديال الحبوب والرؤوس السوداء والبشره الدهنيه كيهضروا عليه، ولكن هذا المنظف هذا ما عارفنش الطريقه ديال الاستعمال ديالو وما عارفنش المساوئ ديالو. هذا لو جيل هذا، هذا المنظف ديال فيشي نورماديرم، كيجي على هذا الشكل هذا. طبعا هذا المنظف هذا كلكم عارفين اولا دابا ولا منتشر في مواقع التواصل الاجتماعي على انه كيصلح البشره الدهنيه والبشره المختلطه للتخلص نهائيا من الحبوب والرؤوس السوداء، ولكن هذا لوجيل هذا وعندو واحد المساوئ ديالو اللي الصراحه ما كيقدرش يستحملهم البشره، هو كيجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا لوجيل هذا الصراحه كيحرق البشره، هذا بقوه الاستعمال ديالو كتحرقوا البشره ديالكم. هذا الا كنتو كتستعملوه يوميا فهو كيحرق البشره وكيادي سطح البشره لانه كينشف البشره بسرعه، لانه الدور ديالو هو انه يخلصكم من الحبوب ومن الرؤوس السوداء. باش تخلصوا من الحبوب والرؤوس السوداء خاص ضروري البشره تنشف، وهذا كينشف البشره بسرعه. ملي كتنشف البشره كتبقاو تستعملوه كيحرق البشره ديالكم وكيحرق سطح البشره. ولهذا الا كنتو عندكم مشاكل ديال الحبوب والرؤوس السوداء ما خاصكمش تستعملوه يوميا، وما خاصكمش تستعملوه جوج مرات في النهار، خاصكم تستعملوه مره واحده في الليل وتستعملوه غير البشره الدهنيه. انا كان عندي بشره مختلطه وكنت كنستعملو، الصراحه ما كيوافقش نهائيا البشره المختلطه، كيوافق فقط البشره الدهنيه، وتستعملو مره واحده في الليل وضروري من الترطيب، لانه فعلا كيحرق البشره وضروري كيادي سطح البشره وكينشف البشره بواحد الطريقه اللي جد ملحوظه، وكيخلي لها الخاص ديالو. هذا كيخلي البشره تولي حساسه وتبقى تاكلكم، وكيدير احمرار في البشره. هذا من بين الغسوات اللي قاصحين على البشره، وخاص يكون عندكم بشره دهنيه، ولهذا كنصحكم تستعملوه مره واحده في الليل. في المركز الاول غادي يجي معنا واحد الغسول صراحه ديال واحد الماركه اللي معروفه، وكنشوف بزاف ديال الناس كيهضروا عليها في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن هذه الماركه هذه فيها واحد الحاجه اللي سيئه، هذا الشيء جددته انا في المركز الاول. هذا الغسول هذا ديال سيغاف، هذا الغسول هذا كيصلح البشره العاديه والبشره الجافه. غادي تسولي علاش انا عندي البشره المخيطه وكنستعمل هذا النوع هذا ديال الغسول. إذا بغيتو تعرفوا السبب ما عليكم الا تزوروا القناه وغتعرفوا علاش انا كنستعمل المنتوج اولا الكريمه ديال البشره العاديه والبشره الجافه، واخا انا عندي بشره مختلطه. هذا الغسول ديال سيغاف كيجي على هذا الشكل هذا، يعني اللون الاخضر كيجي على هذا الشكل هذا، هذا هو اللي كيصلح البشره العاديه والبشره الجافه الى جافه جدا. ولكن هذا حتى شوف المركز الاول الاسوا غسول، لانه في واحد الحوايج اللي فريمون كارثيين. هذا اصلا سيغاف اغلبيه الغسولات ديالها كيخرجوا الحبوب وكيديروا البقع الداكنه في البشره، وكيخليوا البشره يرجع اللون ديالها لون غير موحد. هذا خرج لي الحبوب بواحد الطريقه جد ملحوظه، وثاني حاجه خرج لي واحد النقط في البشره ديالي، وثالث حاجه
كيفاش بنعرف انه كيرطب البشره؟ هو ما كيرطبش البشره نهائيا، يعني هو ماشي ترطيب ديالو عالي جدا. هذا كتستعملوه مره الصباح ومره في الليل باش كتنظفوا البشره ديالكم. نسبه لسيغاف عندها مجموعه كبيره ديال الغسولات اللي فيهم واحد الانواع متعدده، ولكن البنات كنشوف انهم ما كيعرفوش يختاروا الغسول المناسب، لانكم ما كتعرفوش اشنا هو نوع البشره ديالكم. الا عندكم هذا المشكل هذا، ما عليكم الا تزوروا القناه وغتلقاو فيها فيديو الطريقه الصحيحه باش تعرفوا نوع البشره ديالكم. ما عليكم الا تبعوا الخطوات وغتعرفوا اشنا هو نوع البشره ديالكم، وبهذا غتعرفوا تختاروا الغسول المناسب اللي كيناسب كل نوع من انواع البشره. كما قلت لكم هذا انا ما عجبنيش وما جانيش زوين، وكيخرج الحبوب وما عندوش صراحه شي ترطيب اللي هو قوي، وما كيحيدش القشور من البشره. طريقه الاستعمال مره الصباح ومره في الليل، ولكن ما تسناوش منه شي حاجه اللي هي واو، وكونوا متاكدين على انه يقدر يخرج لكم الحبوب بواحد الطريقه جد ملحوظه. كانوا هادو هما أسوأ غسولات اللي انا جربتهم فهاد السنه هادي وما عجبونيش، وشاركت معكم الراي الصريح ديالي عليهم. الا عندكم اي مشكل سواء في البشره في الشعر في الجسم، ولا عندكم اي ماركه تبغوني نجربها ونشارك معكم التجربه ديالي عليها ونقول لكم الراي الصحيح ديالي عليها، ما عليكم الا تخليوها لي في لي كومونتير وانا ان شاء الله ندير لكم عليها فيديو. ودابا وصلنا لاخر ديال الفيديو، كنتمنى يكون نال اعجابكم وتكونوا استفدتوا معايا. فوقاش غادي نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الماجي. باي باي.